تابع الجمهور باهتمام كبير الموسم الجديد من Arabs Got Talent، واكتشفنا مواهب جديدة بتنافس على اللقب. صح ناردين، ومن الحلقة الأولى كان واضح أنه هيدا الموسم مختلف تماماً، وشفنا مواهب كتيرة متنوعة، والأفضل هن يلي وصلوا للتصفيات المباشرة. كنت بفكر في The Voice أصلاً، أشارك The Voice، وكل أصحابي قالوا لي شارك في The Voice وايلي أليك أكتر، بس لقيت نفسي في Arabs Got Talent، مش عارفة ليه. كنت روحي لما كان جوايا روح، انحطت بيها المكان لحتى تكون أول المشتركين يلي بيخطفوا قلب لجنة التحكيم، وخاصة النجوى يلي ما ترددت لتضغط البز الذهبي. بعد ما أثرت فيها بإحساسها الكبير لما غنت كده لشيرين، ويلي كمان كانت متفاجئة بإحساسها ودعمتها بهالبوست على الإنستغرام. أدت وكانت عندها جبروت وحب الوصول، وهذا الشيء اللي بيخليها تبقى. عمري ما تخيلت يوم إنك تروح. وبعد هالإحساس لحقتها الفرقة المغربية مزار طيف الخيال لتنال البز الذهبي من علي، بعد ما أبهرت الكل بالعرض يلي قدموه يلي بيحكي عن واقع عربي لمس كل الموجودين، ليلاقوا تفاعل كبير ومشاهدات عالية على السوشيال ميديا. مبروك. حلقة ورا حلقة، وضل حلمي يستنى لو وصلت لبرنسيسا يلي قدرت تخطف قلبه من النظرة الأولى ليعطيها آخر باز ذهبي. موهبتها قوية، صوتها حلو، تغني نوع مختلف وصعب جدا اللي هو الأوبرا، مش مختلف بس أقصد صعب قوي في الغنى على طفلة في السن ده. لو في بحق لنا بأربعة جولدن بازر كنا عملناها. وهالشي صار يا نجوى بعد ما الجمهور علي حلمي وحتى انتي بكيتوا لما عزف عبد اللطيف ومحمد على بالي لشيرين، وأخذوا البز الاستثنائي من قصي وريا. وهالمشاعر هاي انتقلت للنجوم على السوشيال ميديا لتعبر شيرين عن فرحتها لما سمعتهم عم يعزفوا لها، ومثلها كمان هيا شعيبي يلي طلبت من رويشد نوال ونبيل شعيل انه يدعموهن. وأبنو بفليكس قدر يتأهل للتصفية النهائية بعد موهبة شفناها لأول مرة بالوطن العربي. مرتبطة؟ بعد ده كله مرتبطة بمين؟ علي. علي؟ إيه اللي عندك فيه؟ حتة الشعر الشايب دي. ألف مبروك أبنو، بنشوفك في العروض المباشرة معنا إن شاء الله. ومن مصر كمان انتقل يوسف أيمن للتصفية النهائية بعد ما قدم عرض للفري ستايل بول. حتى مرة تاني أقول لك إنك رح تكون معنا بالنصف النهائي. وبعد ما خلت الكل يتأثر بقصتها مع والدها، قدرت نورهال خطاب تنتقل للتصفيات بثلاثة نعم وبهالرسالة من السينما. انت معانا. أما من السعودية فرح تشوفوا فرقة كواليس بالحلقات المباشرة بعد ما راح لعندهم قصي للصحراء لا يعطيهم النتيجة. ومين منا بينسى هالأطفال يلي تحدوا كل الظروف يلي حواليهن ليكونوا جزء من التيم يلي تأهلوا. طبعاً كل المواهب دي هتزود من المنافسة أكيد، ويومين بس بيفصلونا عن الحلقات المباشرة واللي هتبدأ يوم السبت، ونحنا بنقول لهم أكيد good luck.